السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم إن شاء الله من خلال المقطع ده كيفية تحويل قاعدة اللمبة الفلوريسنت إلى قاعدة للمبة ليد، طبعا لأنها أوفر كتير في الكهرباء. دلوقتي احنا عايزين ناخد من كل دوايه فرده سلك واحده ونوصلها بالكهرباء العموميه، فهنشوف اطول فرده متوصله بكل دوايه وناخدها نوصلها بالسلك العمومي. مثلا عندي الدوايه دي فيها سلكين اهم، السلكين واحد متوصل بالترانس وواحد متوصل بالستارتر، الاثنين ما شاء الله طوال. طيب فنشوف الدوايه الثانيه فيها سلكه قصيره اهي وفيها سلكه ثانيه طويله، السلكه الطويله دي واصله بالكهرباء على طول، فدي هنسيبها واصله زي ما هي، ومجرد ان احنا هناخد سلكه ثانيه من الدوايه دي وليكن مثلا السلكه اللي رايحه للترانس اهي. طبعا هنتاكد الاول ان مفيش كهرباء واصله في الاسلاك، بعدين يبقى دي الطرف ده اللي احنا هناخده من الدوايه الاولى. الطرف اللي رايح للستارتر ده مجرد ان احنا نفك الستارتر من مكانه خلاص كده كانه ايه؟ كانه مفصول، احنا مش محتاجين ولا الترانس ولا ايه؟ ولا الستارتر. خلاص هناخد بقى طرف السلك ده مع طرف السلك اللي جاي من الكهرباء. طبعا لازم يكون معانا مفك تيست علشان نتاكد بيه ان مفيش كهرباء في الاسلاك قبل ما نتعامل معاها. احنا كده خلاص وصلنا طرف السلك الكهرباء العمومي بطرف الدوايه دي، وخلاص يبقى احنا كده مراجعه سريعه. كل اللي احنا عملناه ان في دوايه متوصله بيه طرف كهرباء دي هنسيبها زي ما هي، الطرف الثاني بتاع اللي هو واصل للستارتر شلنا الستارتر فخلاص كان الطرف الثاني ايه مش شغال. الدوايه بقى الثانيه فيها برضو سلكتين، واحده فيهم واصله بالترانس واحدة واصلة بالستارتر، كده كده الستارتر خلاص الفردة دي بقت ملغية. الفردة بقى اللي هي واصلة بالترانس وصلناها كده بيه الطرف التاني الكهرباء العمومي. ونوصل اللمبة ونجرب. دلوقتي رجعنا الغطا تاني وركبنا اللمبة الليد الجديدة وهنبدأ دلوقتي نجرب. تمام، كده يبقى احنا حولنا اللمبة العادية إلى لمبة ليد. أتمنى المقطع يكون مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.